بما اننا اتكلمنا على المنتخب، شايف قائمة اللي اعلنت، قائمة مبدئية اللي اعلنت اخيرا، رأيك فيها ايه؟ انا شايف ان يعني طبعا الفترة اللي فاتت وجهت لمستر كوبر انتقادات كتيرة جدا انا مش فاهمها، لان احنا النهاردة لما يبقى عندنا مدير فني بيكسب وبيوصل كاس افريقيا ومتصدر مجموعته في تصفيات كاس العالم وتنتقده، فانا مش فاهم ليه يعني هم بنوصلش بينتقد المدير الفني. فهو لا، انا شايف ان هو ماشي بشكل كويس، وانا شايف ان هو وصول كاس افريقيا وان هو متصدر المجموعه، انا شايف ان هو ممكن انت ممكن تنتقده في اداء مباراه، لكن في الاخر بياخد منها لوعي. تجربه ناجحه لغايه دلوقتي، لكن لا، وحتى ممكن تنتقد اداء مباراه معينه، لكن هو بينجح ان هو بيكسبها. صحيح. هو ليه فكر معين. مش هقول لك مين في القايمه، انت ممكن تكون شايف انه هو دايما المدير الفني اللي بيجي يعلن قايمه هو شايف احتياجاته. تمام، ده احتياجاته خلاص، ما حدش يتكلم عليه. انا رايح كاس افريقيا معايا الناس دي، انا محتاج ال 23 لعيب، محتاج ال 25 لعيب دول. صحيح. انا دول انا هلاعب ده. ما هو الراجل بيفكر برضو انا هبدا بكذا، ما هو ممكن يبقى في دماغه مين اللي هيلعب من دلوقتي، ممكن ده انا محتاجه عشان كذا، ده فهو القايمه بتاعته هو يعتمد عليها. هو اكيد بفكره وبنجاحاته الفتره اللي فاتت دي كلها، اكيد القايمه دي مش من فراغ يعني. مين اللاعب اللي انت شايف انه كان يستحق الدخول في القايمه دي؟ ممكن وليد سليمان، محمد نجيب، حسام غالي طبعا. حسام غالي، دول اكتر ناس انت شايف ان هم كانوا يستحقوا. نجيب ووليد سليمان ومؤمن زكريا كان بيأدوا بشكل كويس جدا الفتره اللي فاتت. بس ده كده. مفيش طبعا مفيش حد تاني من زمالك، من اي فريق تاني شايف انه كان يستحق يكون موجود؟ باسم مرسي باسم مرسي كان يستحق انه يكون موجود.